في أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإيطالي الجديد إنزو مينيليسي إلى العاصمة طرابلس، يعلن الاتفاق مع سيالا على إحياء اتفاقية صداقة الموقعة مع ليبيا عام 2008 والتي جمدت إبان ثورة فبراير. اتفاقية الصداقة تعد اعترافا كاملا ومعنويا بالضرر الذي ألحقته إيطاليا بليبيا خلال الفترة بين عام 1911 و 1943 بحسب رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك سيلفيو بيرلسكوني. وبالعودة للاتفاقية، فإن أبرز بنودها هو مساهمة إيطاليا بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما، أي بمعدل ربع مليار دولار أمريكي سنويا، وذلك لإنشاء طريق ساحلي سريع يمتد من رأس جدير غربا إلى مساعد شرقا. وتلتزم إيطاليا من خلال الاتفاقية ببناء 200 وحدة سكنية، على أن تحدد مواقع ومواصفات تلك الوحدات بالاتفاق بين الجانبين. الاتفاقية تنص أيضا على تخصيص منح دراسية جامعية ولما بعد الجامعة طيلة مدة الدراسة لمئة طالب ليبي، على أن تجدد عند نهاية مدة الدراسة لفائدة طلبة آخرين. كما تتعهد إيطاليا بتأسيس صندوق اجتماعي للأسر المتضررة من الاستعمار الإيطالي، وتقديم منح لضحايا حقول الألغام التي زرعتها القوات الإيطالية في عهد موسوليني إبان الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الاستثمارية في ليبيا. بالمقابل، تنص الاتفاقية على تعاون بين طرابلس وروما في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا من ليبيا، على أن تتحمل الحكومة الإيطالية 50% من التكاليف، ومطالبة الطرفين الاتحاد الأوروبي بتحمل 50% الباقية. كما يتوجب على ليبيا تسهيل عملية منح الإيطاليين المبعدين عنها في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي تأشيرات دخول إليها.